عند المثال الآخر find parametric equations of the line passing through the point P1 2 4 minus 1 and P2 5 0 7. نريد نحسب البارامتر equation of the line passing through the point, يعني نقطتين راح يمر هذا البارامتر اللاين. نريد نحسب البارامتر equation لهذا اللاين, راح تمر به نقطتين خلال هاللاين هو P1 و P2. هذا المطلب الأول. المطلب الثاني, where does the line intersect the XY plane, وين راح يتقاطع ويا المستوي XY. حتى نحسب شنو قلنا, لازم عندنا فيكتورز موازي ونقطة على اللاين. هاي عندي نقطتين موجودة, ما عندي أي مشكلة, أي نقطة أخذها هي موجودة على اللاين. هذا تحقق الشرط الأول. الشرط الثاني لازم قلنا فيكتورز يوازي اللاين. شلون أحسب فيكتور؟ ما عندي فيكتور موجود هنا, لازم أحسب فيكتورز. هو الموازي يجوز, يعني مو يعني لان قلنا لاين موازي يجوز لاين منطبق عليه, هو ذا حتى لو منطبق عليه نفس امتداده هو يعتبر موازي له. معناه شنو؟ اذا عندي نقطتين, هاي النقطتين P1 وP2, نقدر نحسب شنو من عندها فيكتورز. هو الفيكتور راح نسميه P1 وP2. ما زال عندي نقطتين اقدر احسب الفكتورز بيناتهم. عندي النقطة هي 2 و4 ناقص 1. النقطة الثانية خمسة وصفر وسبعة. أنا عندي هذا اللاين عندي هنا نقطة وهنا نقطة, على فرض هذا P1 وهذا P2. أنا عندي نقطة موجودة تحقق الشرط الأول. الشرط الثاني لازم يكون فيكتورز بيناتهم. أقدر أحسب فيكتورز, هذا فيكتورز منين أحسبه؟ من فيكتور حيصير P1 P2. شلون أحسبه؟ قلنا نحسب الفرق بين نقطتين, خمسة الكومبوننت الأول خمسة ناقص 2 ويساوي 3. الكومبوننت الثاني صفر ناقص 4 راح يصير ناقص 4. الكومبوننت الثالث 7 ناقص 1, 7 ناقص 1 راح يصير 8, ناقص موجب. هذا الفكتورز راح يصير وازي, هو منطبق عليه يعني معناه يوازي اللاين. اذا صار عندي فكتورز وعندي نقطه. راح اسوي اذا اخذت النقطه P1 راح اقول شنو
اكس شو يساوي؟ الاثنين زائد كومبوننت هو ثلاثة من الفكتورز تي، الواي يساوي النقطة هو جلد احداثيات واي هو أربعة زائد ناقص هنا ناقص أربعة راح يصير هنا ناقص أربعة تي. الزد شو يساوي عند ال ناقص واحد زد يساوي ناقص واحد زائد كومبوننت الفكتورز هو ثمانية تي. هذا أخذ ال P1. إذا أخذت ال P2 شو راح يصير؟ عندي النقطة شو يصير؟ هذا هو نفسه 3 تي والناقص 4 تي والثمانية هاي معاملات تي، يبقى بس المعامل الأول هذا 5 لأن احداثيات النقطة هو ايش قد هنا؟ 5 اكس راح يصير 5 زائد شنو؟ الكومبوننت الفكتورز الموازي هو 3 تي. الواي شو يصير؟ صفر زائد ناقص 4 تي. والزد يصير هنا 7 زائد الكومبوننت الفكتورز الموازي 8 زائد 8 تي. نشوف هنا يعني الفرق بس المعامل هذا هنا ناقص واحد هنا سبعة، يعني ماكو مشكلة بها إذا تاخذ ال P1 أو ال P2 ما عندنا أي إشكال. الفرع الثاني أو فرع B where does the line intersect XY؟ وين هذا اللاين يقطع المستوي XY؟ أنا عندي 3 سبيس امتى يكون ال XY بلين يقطع؟ لازم ايش عندي الشرط بي؟ احد يعرف؟ احد يعرف؟ دكتور ممكن اعادة للسؤال؟ انا عندي لاين راح يقطع هو عندي 3 دايمنشن، هذا اللاين راح يقطع مستوي اكس واي، امتى يقطع؟ عندي شرط واحد، مصطفى يقول لي زد يساوي صفر، هو صحيح هذا المضبوط. اللاين راح يصير هذا اللاين ب عفوا المستوي هذا اكس واي يكون زد بي صفر، الزات بي صفر، ولهذا حاجة شو اسوي حتى اعرف احداثيات النقطة اللي يقطع المستوي، يعني اذا رسمناها خلينا نشوفكم اوضح تصير. اذا عندي هذا 3 سبيس، عندي هذا الاكس وهذا الواي وهذا الزت، المستوي اكس واي زد هذا، هذا المستوي، معنى الزت ماكو ما له احداثيات، زت ما يساوي صفر، زت هنا يساوي صفر. اذا هذا اللاين على فرض ان هذا اللاين، هذا اللاين وين راح يقطع؟ في هاي النقطة. شلون احسب احداثيات هاي النقطة؟ راح افترض زت شنو؟ هو صفر، هذا البلين يكون الزت مالته صفر، المستوي اذا عوض الزت صفر هذا عندي النقطة
وحسبنا البارامتر كويجن زت ناقص واحد زائد 8 تي، وحسبنا هذا ناقص واحد زائد 8 تي، حسبناها هاي. راح نعوضها زد صفر، راح يصير صفر ناقص واحد زائد 8 تي. إذا التي شي يساوي 1/8. أنا حسبت بس التي، أنا أريد أحسب الأكس والواي لأحداثيات النقطة. عندي الأكس والواي والزد. أنا حسبت التي، عوضت الزد صفر، حسبت التي ما عنده. راح إيش راح أسوي؟ أروح على النقطة على البارامتر كويجن هاي اللي حسبتها هاي، أصبح التي عندي معلوم. إيش راح يصير؟ أعوض بقيم تي، أكس عندي عشان المشكلة عندي بالحاسبة كل ساعة تطفي.